هوية بريس. السلام عليكم. اول حاجه اخويا شكرا للجريده ديالكم. حنا المشكل ديالنا هنا في لابيطه دار الخميس عندنا هذا المشكل ديال السبيطار المستوصف ديال لابيطه. كاين في السفلي كاين الكاريان والبورنيات وبعض المناطق من بندباب كيستافدوا من الدواء ديال السكر الامراض المزمنه، كيستافدوا من جميع الادويه، في حين ان حنا متبوعين لابيطه دار الخميس، يعني قانونيا خصنا نستافدوا من السبيطار ديال لابيطه. كطلع ما عندوش الدواء ديال الامراض المزمنه ديال السكر، هذاك الفانيل الغليظ كنعانيو منه، انا الوالده ديالي كتعاني منه ديما، كنضطروا اننا نمشيو نشريوه. حنا الناس هنايا الوضعيه ديالهم الاجتماعيه في الحضيض، فهمتي؟ نقولوا لها في الحضيض الوضعيه الاجتماعيه ديال الناس ساكنين في 47 متر، راه الناس مدمرين، الناس ما عندهمش باش يمشي للفرماسيان يشري، فهمتي؟ يعني الدوله خصها تفكر فينا، خصوصا في هذا السبيطار ديال لابيطه ديال الظهر الخميس. ما كاينش طبيب، بومادات فرا ما يمكنلكش تاخذها، الدواء د لابسي ما كاينش، زائد المعامله. ملي كنقول المعامله كنقول المعامله ديال واحد السيده خدامه هنايا، اللي هي دابا كتفرق الدواء من بعد ما مشى داك السيد. انا شخصيا دخلت لعندها على الدواء ديال امي وقلت لها اعطيني الدواء. حنا علاش؟ لانهم كيفرقوه بالوجهيات، كيفرقوه باك صاحبي بالكليمينير. الكليمينير يدخل ياخذ الدواء مضروب في يديه، يدخل ياكل الدواء. مع احتراماتي ليهم، ولكن الا كنا كنقولوا القانون خصو يطبق على كل شيء، يعني تعطيني الدواء انا، تعطيني الدواء لهذاك، تعطيني الدواء للجميع، اللي محقنا ومحق الجميع. وهذا الشيء حنا كنعرفوا، ما بغيناش نبقاو نهضروا في شي تفاصيل اخرى وشي خروقات اخرى اللي كاينه في الطبيب هذا، بلا ما نهضروا عليا. هذاك الشيء ما كيهمناش، انا اللي كيهمني منين تجي مراه اعطيها الدواء، ما كاينش باك صاحبي. نزيدك حاجه ثانيه خويا بخصوص الدواء، دابا حنا في رابطه الظهر الخميس اوتوماتيك لا دينا ما كانتش معروفه، ما عرفهاش السيد المندوب وزير الصحه والسيد اي طالب وزير الصحه. انا نقولها كمواطن مغربي وكنتحمل مسؤوليتي ديالي، لان الدواء الاثنين والخميس عادي يمكن لك تاخذ الدواء ديال اي دواء كما بغيتي، لان كيقول لك ما كايناش ديك الماجور اللي كيفرق الدواء، خرج تقاعد. بغيتي نفهم واش حنا احنا عايشين في واحد الحي شعبي ومحيط شعبيا نبقاو نتسناو حنا الاثنين والخميس؟ واش زعما هذه سنه فريضه خرجها السبيطار بوحدو ديال الفوق؟ هذه بوحدو سبيطار في دول كامله، في مدغشقر، في دول ما نعرف من تحت طبقات الفقر، وكيعطيو الدواء يومين. تجي نتايا في حي شعبي كتطبق علينا قانون كيفاش ما بغيتيه انت وكيفاش ما كيتصوروا انت. الاستاذ العزيز هذا هو اللي سميتو طبيب بلا طبيب. الطبيب ما كاينش، الدواء ما كاينش، فوقاش ما جيتي الدواء ما كاينش، وفرقونا. دابا كتدخل للسفلي تيقول لك طلع للفوقي، كتطلع للفوقي تيقول لك هبط للسفلي. واش فهمتي اللي هضرتي معاه مزروب؟ الطبيب ما كاينش، الفرمليات ما كاينش، الخدمه ما كايناش حتى حاجه في هذا الطبيب. الطبيب يمشي سميتو طبيب وصافي. الكلينيك نيشان كيكتب لك دواء، ما عندهمش الدواء، واخا كيكتبوا لك راه ما عندهمش، يكتبوا لك هو ما كاينش. موت طرطق، ما دواء تصدر هذه ثلاث شهور وما كاينش هنا. راك عارف دواء تصدر، تصدر هو اللي تيقتل كاع، ما عندهمش، وما عندهمش المشكل. ثلاثة عاد خصهم يمشيو بحالهم، هما تسعود كيجي بوانت ويمشي بحالته، الخدمة ما كايناش، وهذا هو آخر كلام عندي. الرسالة المسؤولين خصهم يشوفوا في هذا الطب الحومة، يشوفوا شنو يديروا معاه، راه ما كاين لا خدمة، كيديو غير الفلوس زطاطا الناس وصافي. والله الا فلوس زطاطا كيديوها، ما كايناش الخدمه كاع، والله ما كايناش شي خدمه. وحلو السيكوريتي مساكن معانا تيبقاو يدينا هكا وهكا، ما هما الاطباء كيعانيو ويعانيو ديما المعاناه، نفس المعاناه ديما. تجي في الصباح هنا تلقاها مقاتله ومدابزه في الطبيب ديما، على ياش على شي حاجه بسيطه ما كايناش. السلام عليكم، انا سعاد من لابيطه. انا سيدي هذه سيمانه وانا تنجي على الدواء مرض مصدري، تنجي تيقول لي الدواء ما كاينش، واحدين اخرين تيعطيوهم الدواء. فالطبيب هذا هو هذا الطبيب ديالنا، كانوا دايرين لنا بوحدنا هنايا في لابيطه دار الخميس، ولاو شاركنا مع الكاريان وعي الحسني والبورنيات. دابا فاش كنجيو تيقول لك الدواء ما كاينش، حنا تنطالبوا بالدواء، يعطيونا الدواء ديالنا. الدواء انا مريض انايا، طالبين معاه شو نهار كنصور ونهار ما كنصورش. شنو المعاناه ديالك كتلقى مع الاطباء؟ المعاناه ما تبغوش يعطوني الدواء كاع. تيتعاملوا تيقول لك ما كاينش الدواء، واحد اخر تيعطيو هاد الدواء. اذا شنو الرساله ديالك؟ حنايا المسؤولين نقول لهم الله يرحم الوالدين نسردوا لنا الدواء ويهضروا مع هاد الناس يخدموا معانا، ما تيخدموش معانا كاع. يعني ما عمرك سمعت انا لا. ما تيقول لك ما كاينش الدواء، ما سردوه من الناس، ما داروا لناش، ما فعلوا لناش. هوية بريس.